مشاهدينا نحييكم وننتقل إلى بكركة، حيث يشارك رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قداس عيد الميلاد. من هناك تنضم إلينا عبر الهاتف الزميلة منى صليبة. منى، يعني كان هناك لقاء بين عون والراعي، تفاصيل معك. انتهى اللقاء بين البطريرك الراعي ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي خرج للتو ليدلي بتصريح قبل الانتقال إلى الكنيسة للمشاركة في القداس. يطلع لبنان من الأزمة اللي فيها، ونتأمل أنه على رأس السنة بتكون الحكومة العادية اللي منا أملكون إياها. عمالكم شوي، أنا اللي بدل عليه هو بيحكي، هو بلش قبلي. فخامة الرئيس، هل المعامل البطريرك الراعي إلى مسار الأمور منذ تسمية الرئيس المكرم تأليف الحكومة وحتى الآن والمساعدة تأليف الحكومة، هل المعامل البطريرك الراعي منكم على مسار الأمور؟ بالتأكيد بالتأكيد، لشو قعدنا هوني؟ تفضلي. سمعنا بارح الرئيس سعد الحريري بأول تعليق لأله بيقول إنه الحكومة عم تتشكل، هي حكومة جبران باسيل، وكان سبق وكان هي أيضا وقال إنه الحكومة رح تكون حكومة جبران باسيل، والرئيس الحريري عاتب على العمل وبيقول إنه عم يتصرف وكأنه ما صاير شيء بالبلد. شو تعليقك على الموضوع؟ إنه افترضي إنه جبران باسيل ما له حق، هو منه نائب، هو رئيس أكبر تكتل، بس بالواقع لا، مش هو اللي ألفها، ألفها اللي لازم يألفه. والكلام إنه العهد عم يتصرف كأنه ما صاير شيء بالبلد، إيه بده يحسدني على رواقي حتى حافظ على الرواق بالبلد، ولا على حماقتي اللي بتخليني اتصرف بشكل سيء؟ فخام دقيس، كيف رح يكون شكل الحكومة؟ شكل؟ بعد ما حكينا بالشكل. فخام دقيس قلت انه على راس السنة ان شاء الله بتكون في هذه الحكومة، لكن بعض عم بيقول انه هيدا حكومة اللون الواحد. معنا الاستشارات عم بأكدوا انه هي مش لون واحد ولا حكومة تحدي. اللون مش بالتكليف، اللي بده يحدد اللون بتكون بالتأليف. فخامة الرئيس، هل صحيح أن فخامتكم غير راغبين بالرئيس الحريري يكون على سد أو على رأس الحكومة؟ إيه، علشان هيك نطرنا 100 يوم ومتعية. طب الإعلام الغربي وصف الحكومة المقبلة بأن حكومة حزب الله، عنونت كبريات الصحف. خطأ، في كتير مش مبسوطين، هني بزتوا الخبر، عندهم إمكانية ينشروا. هو الحكومة هي حكومة كل اللبنانيين بما فيهم حزب الله. تعبتوا عن رأيكم تكنو سياسي؟ تكنو سياسي بعتقد لا، بعتقد اختصاصيين. شو بتقول اللي بيقولوا انه البطاقيه بلبنان بخطر جراء التكليف اللي صار مع عنده الغطاء السني والشارع السني ينطفئ على ما حصل؟ هلا انا قلت لكم نطرنا 100 يوم وما كان نحل المشكله، بدي وما بدي، مثل عم يلعب ورقه بزهره المارغريت، بتجوز ولا ما بتجوز. مش هيك بألف الحكومة؟ يلا. استمعنا إلى كلمة فخامة الرئيس العماد ميشيل عون بعد لقائه والبطريرك الراعي في بكركي، وتوجه العماد عون رئيس الجمهورية إلى الكنيسة حيث يشارك في قداس العيد. كانت هذه الخلوة استمرت لقرابة النصف ساعة، منذ قرابة 9:30 تقريبا. وكما ذكر رئيس الجمهورية في رده على أسئلة الصحفيين أنه وضع البطريرك في صورة الحكومة العتيدة التي أمل الرئيس عون بأن تشكل قبيل
الكريم رأس السنة، وأمل أن يكون للبنانيين حكومة على رأس السنة. وردا على أسئلة الصحفيين قال ليس صحيح ما تناوله الغرب بأن هذه الحكومة هي حكومة حزب الله، قال هذا خطأ. وقال أيضا غير صحيح بأنه لا يريد الرئيس الحريري على رأس الحكومة، وقال والدليل أنه نطرنا 100 يوم. أيضا غير صحيح بأن الميثاقية في خطر، قال الرئيس ميشيل عون من بكركي، وجزم بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة اختصاصيين وليست حكومة تكنو سياسية. إذن أيضا كان رد على ما قاله الرئيس الحريري بالأمس من أن الحكومة المقبلة هي حكومة جبران باسيل، وقال إن الوزير جبران باسيل هو رئيس أكبر تكتل وبالتالي من حقه أن يشارك أو يكون له حضور في الحكومة. أيضا هذا الرد صالح لي كي يكون رد على كلام الوزير سليمان فرنجي الذي أيضا انتقد الحكومة المقبلة. إذا توجه رئيس الجمهورية إلى الكنيسة، كنيسة تطرح للمشاركة في القداس الذي يترأسه البطريرك الراعي. كاترين الزميلة منى صليبة شكرا لك، ونتابع القداس بمناسبة عيد الميلاد.
بفرح عظيم ولد لنا مخلص وهو المسيح. في الظلمة أبصر نورا عظيما. المجد لك أيها المسيح حبل الله يا من تجسدت لأجلنا. بيتوخ آله علت وقدم بمديلوخ سغدت ملكوش مايونو حاسولي خلدا تيتلو. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها المسيح إلهنا، يا من صرت إنسانا وأنت الله، أهلنا أن نفرح بعيد ميلادك المجيد ونشكرك ونمدحك ونسجد لك مع مريم أمك ويوسف صفيك، ونهتف مع الملائكة المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر، ونسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أحبنا فأرسل إلينا ابنه الوحيد، وإلى الابن الذي ولد في بيت لحم من مريم البتول، وإلى الروح الذي يملأ عيدنا فرحا وسلاما وقداسة. وارخمو ربور شريشوني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. لك الحمد والشكر أيها الإبن الأزلي الذي لا بدء له، أيها النور المحجوب الذي أشرق على العالم، أيها القديم الأيام الذي ولد طفلا من بنت داود. نتأمل اليوم سر محبتك لنا هاتفين: ما أعجبك يا الله، صرت إنسانا وما برحت أنت الإله. ما أعجبك يا الله، نزلت في مغارة فملأت السماء والأرض من مجدك،
ما أعجبك يا الله جاءك الملائكة والرعاة والمجوس سجدا بميلادك هدمت السياج بين العلويين والأرضيين وأقمت السلام بين الأرض والسماء بميلادك جمعت البعيدين والقريبين فاشتركوا في عيدك معا بميلادك أعلن الملائكة للرعاة لقد ولد لكم اليوم مخلص هو الرب المسيح في مدينة داود إليك نضرع الآن أيها الولد العجيب على عطر هذا البخور هبنا أن نعرف سر تجسدك وامنحنا غفران الذنوب واصرف عنا أحزان النفس والجسد واذكر أمواتنا الراقدين على رجائك وارخمور بوريش ريشوني فنرفع إليك التمجيد والإكرام الآن وإلى الأبد نسجد لك يا ابن الآب في الأزل وابن البتول في الزمن يا من بميلادك في الجسد أظهرت الله للعيان فقربت إلينا الساكن في الأعالي وأنرت معرفتنا بمن لا تدركه العقول اقبل بخورنا وامنحنا نور معرفتك وهب لنا مغفرة خطايانا وأرح موتانا برخمو ربون ريش ريشوني يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد آمين قد شات آله قد شات حيلتون قد شات لميوتو قادشات آله قادشات حيلتون قادشات له ميوتو قادشات آله قادشات حيلتون قادشات لميوتو أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سر الإبن العجيب
فوق إدراك الإنسان، فهو طفل حبيب يوم عندنا قدما. من رآه أشعيا فوق إدراك الإنسان، كان سرا خفيا اليوم عندنا قد بان. مثل العيد المجيد أنت قبلة الأنظار، شمس العهد الجديد أنت مصدر الأنوار. فصل من الرسالة إلى العبرانيين برخمور ريشريشوهني. المجد للسيد الرسل، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين على هذا الكرسي وهذه الجماعة إلى الأبد. يا إخوتي، إن الله كلم الآباء قديما في الأنبياء مرات كثيرة وبأنواع شتى، وفي آخر هذه الأيام كلمنا في الابن الذي جعله وارثاً لكل شيء، وبه أنشأ العالمين، وهو شعاع مجده وصورة جوهره وضابط الكل بكلمة قدرته. فبعدما أتم تطهير الخطايا جلس عن يمين الجلالة في الأعالي، فصار أعظم من الملائكة بمقدار ما الاسم الذي ورثه أفضل من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوماً: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. وقال أيضاً: أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً. أما عندما يدخل ابنه البكر إلى العالم فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة الله، وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته أرواحاً وخدامه لهيب نار. أما عن الابن فيقول: عرشك يا الله لدهر الدهر، وصولجان الاستقامة صولجان ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك مسحك إلهك يا الله بدهن البهجة أفضل من شركائك. ويقول أيضا: أنت يا رب في البدء أسست الأرض، والسماوات صنع يديك، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى وتطويها كالرداء، وكالثوب تتبدل، وأنت أنت وسنوك لن تفنى، والتسبيح لله دائما. هللويا هللويا. الكلمة صار بشرا وسكن بيننا، ورأينا مجده مجد ابن وحيد آت من الآب. هللويا. أمام بشار مخلصنا مبشرا بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. برخمور أبون ريش ريشوني. السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة
فلنصل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوكا البشير: في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بإحصاء كل المعمورة. جرى هذا الإحصاء الأول عندما كان كيرينيوس واليا على سوريا، وكان الجميع يذهبون كل واحد إلى مدينته ليكتتبوا فيها. وصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة في اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لأنه كان من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم خطيبته وهي حامل. وفيما كان هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في مزود، لأنه لم يكن لهما موضع حيث حلا. وكان في تلك الناحية رعاة يقيمون في الحقول، يسهرون في هجعات الليل على قطعانهم، فإذا بملاك الرب قد وقف بهم ومجد الرب أشرق حولهم، فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون للشعب كله، لأنه ولد لكم اليوم مخلص، هو المسيح الرب في مدينة داود. وهذه علامة لكم: تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. وانضم فجأة إلى الملاك جمهور من الجند السماوي يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. ولما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض: هيا بنا إلى بيت لحم لنرى هذا الأمر الذي حدث وقد أعلمنا به الرب. وجاءوا مسرعين، فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في مزود. ولما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم في شأن هذا الصبي. وجميع الذين سمعوا تعجبوا مما قاله لهم الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ هذه الأمور كلها وتتأملها في قلبها. ثم عاد الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا، حسب ما قيل لهم. برخمور أبون ريش ريشونة. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. فخامة الرئيس، إنها لفرحة روحية كبيرة أن نحتفل بعيد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح مع فخامتكم ومع عاقلتكم السيدة اللبنانية الأولى، جريا على العادة الحميدة، ومع سيادة السفير البابوي والأسرة البطريركية وهذا الجمع من المسؤولين السياسيين والإداريين
والمؤمنين والمؤمنات. إن فرحتنا تتواصل منذ بداية البشرى السارة التي نقلها الملاك لرعاة بيت لحم قائلا: أبشركم بفرح عظيم يكون للعالم كله، لقد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. فيطيب لي أن أعبر لفخامتكم باسم هذا الجمهور وباسمي عن أسمى التهاني والتمنيات بالميلاد المجيد والسنة الجديدة 2020، راجين أن تكون سنة خير ونعم ونجاح. أجل نفرح، ولكن في القلب غصة لما آلت إليه حالة وطننا السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، غير أننا نحن أبناء الرجاء بالمسيح عمانوئيل، إلهنا معنا الذي لا يتركنا لوحدنا نتخبط في أزماتنا، بل يلهم ذوي الإرادات الصالحة من المسؤولين، وأنتم على رأسهم يا فخامة الرئيس، لإيجاد أفضل السبل للخروج من ظلمات الأزمات. أليس في قلب ذاك الليل أشرق نور المسيح على رعاة بيت لحم ساعة ولد المخلص وفادي الإنسان على ما تنبأ أشعيا: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والسائرون في ظلال الموت أشرق عليهم نور. نحن نصلي وشعبنا يصلي من أجل هذه الغاية، فابن الله صار إنسانا ليحمل السلام إلى الأرض، واستودعنا هذا السلام لكي يلتزم الجميع بصنعه وتوطيده على أسسه الأربعة التي حددها القديس البابا يوحنا 23: المحبة والعدالة والحقيقة والحرية. وأضاف عليها القديس البابا بولس السادس أساساً خامساً هو الإنماء. أجل لا يتعايش السلام مع الجوع والبطالة والحرمان والظلم، ولا مع المناكفات والعداوات والانقسامات، ومع اللا استقرار السياسي والمالي والاقتصادي، ولا يتعايش السلام مع السعي إلى المصالح الخاصة على حساب الصالح العام. أنتم فخامة الرئيس أدرى بكل هذه الأمور، ونحن ندعم جهودكم في هذا السبيل وجهود سائر المسؤولين ذوي الإرادات الصالحة. وصار الإله إنسانا ليزرع الرجاء في القلوب، ويدعونا إلى هذا العمل الذي هو الأجمل في الحياة، وهو أن نزرع الرجاء في قلوب الناس. فبتحقيق السلام على الأرض وزرع الرجاء في القلوب يتمجد الله في السماء، كما أنشد الملائكة ليلة ميلاد المخلص الإلهي: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. فخامة الرئيس، نحن وكل الشعب اللبناني نعرف همومكم، وأولها تأليف حكومة جديدة استثنائية لظرف استثنائي، تكون حكومة إنقاذ مؤلفة من شخصيات وطنية معروفة باختصاصاتها وكفاءاتها وقدراتها، بحيث تتمكن من وضع البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي والمالي والاجتماعي. أنتم تدرون أكثر من غيركم إلى أي حال بلغت أوضاعنا في هذه القطاعات، وكيف تتراجع الدولة وكأنها في مسيرة تفكك، وكيف تذل حياة المواطنين يوما بعد يوم.
ليس الوقت بعد الآن لحسابات شخصية أو مذهبية أو سياسية فيما مركب الوطن في حالة الغرق، بل يجب وضع خير الأمة والشعب فوق كل اعتبار والتعالي عن المصالح الخاصة، ويجب دعم رئيس الحكومة المكلف من أجل تأليفها وفقاً لتحديات أيامنا في لبنان وانتظارات الشعب اللبناني كما أنتم فاعلون. شعبنا ما زال يعبر عنها منذ 70 يوما بانتفاضة ثورة في جميع المناطق اللبنانية وبحركة عفوية للدلالة على أن الوجع مشترك والصوت واحد على تنوع المذاهب والانتماءات. فكان المطلب الأول في سلسلة المطالب التي رفعت إلى فخامتكم أقتبس تشكيل سريع لحكومة انتقالية إنقاذية من الاختصاصيين المستقلين تتمتع بصلاحيات استثنائية. إليكم فخامة الرئيس كرئيس للبلاد وقائد لسفينة الوطن يتطلع اللبنانيون كل اللبنانيين من أجل نجاحها والوصول بها إلى ميناء الأمان. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، في الميلاد الإله صار إنسانا من أجلنا ومن أجل خلاصنا، فلننفتح شخصيا لهذا الخلاص، فإذا خلصنا نستطيع أن نساهم في خلاص شعبنا ووطننا ومجتمعنا انطلاقا من واقع كل واحد وواحدة منا وموقعه. فالخلاص يشمل الإنسان بكليته روحا وجسدا وأخلاقيا، ويشمله بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وباستقراره السياسي والأمني لكي يعيش الشعب بطمأنينة وسعادة. وهذا واجب يقع علينا جميعا. نرجو أن يكون عهدكم فخامة الرئيس عهد خلاص للبنان. نسأل الطفل الإلهي في ذكرى مولده أن يولد في قلوبنا لكي نشهد لمحبة الله في عالمنا. بميلاده شاركنا في طبيعتنا البشرية وحالنا، ويريدنا أن نشاركه في حياته الإلهية. والقديس أمبروسيوس يقول: لقد تأنس الله ليؤله الإنسان. بهذا الرجاء نهتف: ولد المسيح، هللويا، آمين. نؤمن بإله واحد، المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن الخطاة ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، أيدى إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية
ونعترف بمعمودية لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. إيتو الوط مدب حيدلوه والوطلوه دم حادي طليوت ونبسو غطي بوطوخ إعول البيتوخ وسغود هايكلو قود شو صلى وعلى إيمات المرام أنه رب القربان اترحم عليهم واسلوكم. مثل حبة القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح موتا للبيرة. هللويا وخبزا حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم السائلة. هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم ومر يوسف البتول ومر مارون ومر يوحنا مارون. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، فخامة رئيس الجمهورية ومعاونيه وهذه الجماعة الحاضرة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. ولا للدولة
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء. وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس، يعطي كل واحد منا سلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. برخمور أبون ريش ريشوني. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. Oh.
قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هود قدوم حاشودي لما بتحاي نساب اللحم بداو قادش وطوم بارخ قادش واقسو يا بالتلميداو كادو مار ساب أخول من كل خون هونو دانيتاو فغروديل دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقسي وما تهاب حوسو يتحوبي والحاية دا العلم علمين. آمين. هو خانو عالقوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخ قادش ويا بالتلميداو كادو مار سابشتاو مني كل خون هونو دانيتاو دمو وحداتو دحلو فيكون وحلو ساقية ما تشات وما تهاب حوسو يتحوبي والحياة دا العلم علمي. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب طبيب الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد
أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محييا ويسامحنا ويقدسنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي والأساقفة معاونيه والسفير البابوي وسائر الأساقفة المستقيمي الرأي لكيما بحياة للوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب شعبك القائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه القرابين واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير لأنك الصالح كثير النعمة نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله ليقيموا العدل ويحلوا السلام نسألك يا رب يا رب ارحم واذكر يا رب رئيس بلادنا أغنه بمواهب روحك القدوس ليقود الوطن إلى ميناء الأمان نسألك يا رب يا رب ارحم نذكر يا رب في هذه الذبيحة الإلهية كل فقراء وطننا والعالم ونذكر معهم المرضى والمتضايقين والمظلومين كلهم خير رفيق ومعين فيحمل عيدك لهم العزاء والفرح نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء لا سيما القديسة أم الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان وإستفانوس رئيس الشمامسة ومار شاربل وجميع القديسين أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة
اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفنا بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار فيه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تدخلنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية. لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وما الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمي المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين.
نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأل الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياي وللحياة الأبدية. من العلياء أعطانا.
أيضاً بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر، ارحمنا. ثكب الملوك أمام مهدك كل مال مستعار، وبسطت كفي حينما فاجأتها ملأ غبار، جمعته وما على قدمي من إثم وعار، ووقفت هاك يدي فارغتين ربي في انتظار. لما شهدتك في المغارة معدما حتى العدم، ولمست ربي حبك المسكوب في لحم ودم، ورأيت جسمك راح يستدفي بأنفاس الغنم، أيقنت أن المال يخجل قرب فقرك أن يلم، وعلمت أن الحب يا ربي له طعم الألم. سكب الملوك أمام مهدك كل مال مستعار، وبسطت كفي حينما فاجأتها ملأ غبار، جمعته وما على قدمي من إثم وعار، ووقفت هاك يدي فارغتين ربي في انتظار. نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا برخمور أبون ريش ريشوني، ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفرانا، آمين، وللمرضى شفاء، آمين، ولمنكسري القلوب رجاء، آمين، وللحزان عزاء، آمين،
وللموتى راحة، وللأسرى خلاصا، وللمسافرين رفيقا، وللبعيدين مرشدا، وللقريبين حافظا، وللبنان حكومة، ولهذا المشرق سلاما. ويمين رحمتك تبارك هذا الكرسي وهذه الجماعة وسكانه المؤمنين. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم. ويا رب انصر حكامنا ورئيس بلادنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوسف البتول ومرمرون ومار يوحنا مارون وجميع القديسين. أمين. ولد المسيح. Thank you.